ثواني على الجولة الثالثة. والمدربين انا كنت جيت مدرب تاع عبد الاله ننصحوا يخدم لصول اكثر من لهم. الدقائق هذه حاسمة بالنسبة للاثنين، راهم في تعادل يدخل في اوبا هنا يسجل دو بوان. انا بجولو انا كنت في ديال لاتيرال. شوف قاعد شوف يعني كوكو ديريكت فيزاج قوية. والله من الصعب يا شيخ تحمل مثل هذه اللكمات وكما تكونش محضر مليح. بصح شوف عبد الإله لا كارتي وراه هابطة. شوف ها شوف قاسو الفيزاج لو كان يوصل هكذا شحال من راح يطيحوا كاو. شوف لا كارتي تاع يوسف حماد يعني مام فيزيكمون دقة في الضربات ولكن تعبان يوم شفناه تعبان ما بدلش يعني ماهوش معتاد على هذا النزال. كان الحق انه يماركي بقوة عدنا نشوفه يسجل نقاط ولكن شوف ضربات غير ما توجعش يعني يقولوا صراحة. شوف تكنيكمون لو كان ادفيرسير واحد اخر يقيسوا كوت بوان ديريكت يطيحوا كاو. ما واش يدير لاكارد ما كانش لاكارد. شوفوا عبد الاله متحكم نوعا ما في النزال الثاني ولازم شوف يتراجع للوراء لانه شوف لو كان يوسف حماد وجع عبد الاله اللي كنت ما كون لاكارت تاعهم يهبطهاش يطلعها يفرض عليه باش ماهوش ياثر عليه تقنيا ماهوش ياثر عليه. هنا لازم يوسف حماد يروح ليه باسكو على حسب الراي على حسب الراي الشخصي انه لا يمارش شو اللي كوت بوا شو كوت بوا يمارك فيه. شوفوا باللي كاين طريقة نوعا ما صح تعبير عشوائية في لكمات ماهيش مدروسة على كل حال عشوائية ولكن لو يسجل النقاط وعامل تعب اللي خلاهم نشوفوا شوف انا حسب رايي الشخصي انه يوسف حماد ما دخلش في النزال يعني كما العادة هو يرفض. شوف انا من قوة الفيزيك تاعهم هبط بزاف امير كبيرين يوسف حماد باللي مستواه اعلى شويه على شيء ظهر مستوى عالي في الدومين فينال في النصف النهائي كان احسن من هذا ولا على كل هالقافص اللي شويه اثر عليهم ثواني. شوف نابورت كومون شوف انتهاء الجوله الثالثه. شوف لاكارت هابطه يوسف حماد تعبان يوسف حماد تعبان انا حبس النزال لانه طحلوا البروتيج دون هم يسترجعوا على كل حال ليزاتليت قوة عضلية يمتاز بها عبد الاله سمحت له باش يتحكم شويه في ما لهم الا 38 دقيقه ونعتنيها لازم يبذلوا مجهود كبير لانه رغم انا بالنسبه لي راهم متساويين في النقاط 38 ثانيه اللي بقات قوية وما حبش النزال كاع ما كانش يعني ما استرجعوش كاع قواه. يوسف حماد واش سجل في النقاط استراتيجية تاعها الانرجي شوية شيخ استرجعوا شوية شوف كان اخيرا يحبوا يقضيوا على هاو اللي شوف راه ماساج بروجيكسيون سول دو بوان هاو اللي شوف المجهود اللي بدلو يوسف حماد راه يخسر فيها في هذه التقنيات. تفصلنا عن انتهاء الجولة الثالثة والنزال. شوف نزال قوي على كل حال نشكروا الرياضيين يعني داروا لنا نزال قوي كبير. راح يكون صعب نزال بيت. شفنا نزال قوي بالرغم انه كنا مستنيين مستوى ما اكثر. نحيي الكلمة المنشط تاعنا فيصل عجيمي بعد قبل هادشي نشوفوا الإعادة. شوف لي كوت بوان كيفا كانوا. شوف عبد الاله عشوائيين ولكن يعني بدل مجهود كبير. المنافسين بدلوا مجهود كبير. تبقى السلطة التقديرية عند الحكام هما اللي يقولوا الكلمة الأخيرة. منافسة كانت قوية جدا، كانت رائعة، كانت في القمة، عنف ولكن بأخلاق عالية. هذا هو ديزرت فايت اول فايترز حذري وفائز هذا اللقاء وفائز في هذه المنازلة ذا وينر از عبد الاله بوشعور. عبد الاله بوشعور.
بها سلو الناس. ويتقدم أمين مرتب هذا اللقاء باستعراض هذا الحزام لأخونا عبد الإله بوشعور. أتذكر أنه 31 سنة وبطل الجزائر تخصص الجودو.